قلت لهم؟ الكل صار عنده خبر، غرفته بالطابق السادس قسم القلب. طيب خليك هون، ننزل سوا. بدك شي حياتي؟ أنا تأخرت. فعلي؟ ما بدك تشرب معي قهوة؟ لا إذا هيك ببقى كمان شوي. معقول فوت هيك فرصة؟ دقت لك المدام؟ لا لا، بس قلت اسمي هون بمرق على المستشفى بتطمن على معالي. بعده عايش؟ الأخبار عندي. أنت إعلامية مهمة والمفروض تكوني متابعة. لا اطمن، متابعة وكتير مهتمة. أوف. كيف بقى؟ بس أعرض خصني. بعرفك جوا سيارتك تحت، افتحي. شوي بالله فات هذا. وطي صوتك، يروي شو هالمصيبة. خليني شوف شو عم تعمل. أعطيني دقيقة. ترشيك عليك هون، هاد بيروحني بيروحك. بليز فهمني، انت مش قدو. خليها تمرق الليلة على خير. بترشيك. راح؟
هيدي قصة طويلة و عفيني لو سمحت. مش قلة ذوق بس عن جد قصة طويلة ومفركشة و مش قادرة احكي فيها. خلاص على راحتك. المهم انت بخير؟ كيف حاسه حالك؟ منيحه ان شاء الله؟ انا لازم امشي. خليكي، بجوز يكون لساته تحت، يعني استني شوي لتتاكدي انه مشي على الاقل اذا بدك. نعم عليه، أكيد راح. أنا هون، فيك ترجعي وقت اللي بدك. مجوار يا مراحل. سوري عم بارح طلعت من عندك بدون ما اتشكرك. ولا يهمني، جيران لبعضها. ايه بس مش هيك، المهم اكون حرجتك او زعجتك. لا 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 ابدا. انت ساكن هون جديد؟ ما شفتك من قبل. ايه مزبوط، انا ما صار لي كم يوم ناقل لهون. منيح.